كابتن محمود، لما اجي اتكلم دلوقتي عن نفسي بقى، احنا دايما الاهلي بنتكلم عن نفسنا بصراحه، ملناش دعوه بحد، رغم ان الحد دايما ليه دعوه بينا، بس احنا ملناش دعوه برضه. مين نتكلم احنا كاهلي ونقول كده ونقيم نفسنا؟ انا دلوقتي داخل وعندي ضغوطات شديده جدا، وكل مباراه والتانيه تقريبا بتفصلها يمكن 48 ساعه او حاجات زي كده، شفنا ضغط كبير. واللعيبه على فكره في الاول وفي الاخر دول بشر، يعني في نقد كان بيوجه، انا مش هقول بس من ناس لا تنتمي للاهلي، لا، البعض كان بينتمي للاهلي، وفين برضو المنطق شويه ممكن يكون غايب الى حد ما. انا بتكلم عن اللاعب ده مش تعبان، ده مطحون في الملعب، معلش، وفي نفس الوقت هو عليه ضغط، وفي نفس الوقت هو عليه مسؤوليه اسعاد الجماهير اللي هم في الاساس هم الاصل في كل حاجه. طيب انا كل ده بعمله، ما هو انا بني ادم في الاول وفي الاخر، انا لا ادي اعذار. تاني، احنا لسه الدوري في الملعب ملوش علاقه خالص، بس احنا بنسرد وقائع موجوده عندنا، فحضرتك برضو بتشوف ده بمنتهى الوضوح والشفافيه ازاي؟ يعني هل اقدر الوم اصلا اللعيبه؟ الوم الجهاز الفني بتاعي؟ طب ازاي؟ لا، مفيش لوم نهائي. بالظبط كده. احنا على مستوى البطولات، احنا خدنا بطولتين افريقيا، وخدنا الدوري، وخدنا الكاس، وخدنا السوبر الافريقي، وخدنا المركز الثالث على مستوى العالم. خمس بطولات محليه وقاريه. ودي بطوله على فكره، طبعا بطوله كاس العالم للانديه اعتقد تعتبر بطوله كبيره اللي احنا حصلنا عليها. مباراة المركز الثالث والرابع كان بالميراس البرازيلي بطل امريكا الجنوبيه، حققنا الحمد لله الفوز. يعني انا دي انا اعتقد دي فتره تاريخيه تحسب للنادي الاهلي حصوله على البطوله. بالظبط بالظبط. احنا موقفنا بقى صعب في الدوري، حتى لو لا قدر الله ما كانش في نصيب في الدوري العام، انما اعتقد احنا مع موسيماني المدير الفني الحقيقه لازم نوجه له كل الشكر والتقدير، نوجه كل الشكر باقي الاجهزه الفنيه والاداريه وعلى راسهم طبعا مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. ما فيش شك، يعني موسم قوي، موسم مضغوط. احنا الفتره اللي فاتت ضغطنا بشكل كبير جدا في المباريات، يعني كان لينا ظروف غير الانديه بتاعت مصر كلها تماما. احنا لعبنا على فكره 17 مباراه، كل يومين او ثلاث ايام مباراه، فضغوط 17 مباراه متتاليه الفتره اللي فاتت. فزي ما حضرتك قلتي برضو، هي كلها ضغوط، مش ضغوط بدنيه، حتى على الجانب النفسي وعلى الجانب الذهني، كل يعني اعتقد ظروف صعبه مرينا بيها. كون في النهايه موسم رائع، نجاح يعني هايل الحقيقه في البطولات اللي حققت، ولسه في بطولات اخرى عندنا، لسه السوبر المصري والسوبر الافريقي والكاس. السوبر الافريقي لبنان هنلعب لسه البطوله الافريقيه الجديده. بتكلم على الموسم الجديد، لسه الكاس الجديده يعني. والسوبر المصري. بس عندنا فرصه كبيره يعني للفوز بيه. البطولات اللي حضرتك قاعدين بنعددها دلوقتي، ان هي في اقل من سنه، يمكن 19 شهور، خمس او ست بطولات كبيره دوليه وقاريه حصل عليها النادي الاهلي. في ناس بتشوف ان ده شيء غريب ولافت للنظر، فكره ان انت بتلاعب فرق اقوى بكتير من الفرق اللي انت بتلعبها محليا، وبتنتصر عليهم، وبتحقق مراكز، وبتاخد دروع وكؤوس، وبتحصل على بطولات. ففي ناس بتشوف، انا عارف، انا شخصيا عارف ان لكل مقام مقال، وكل بطوله وليها يعني ايه حساباتها وليها اوضاعها، ولكن في ناس بتلاقي ان انت عرفت تعمل شغل زي الفل مع فرق افريقيه وفرق قويه وفرق عالميه كمان كما هو الحال في المونديال، فازاي الدوري المحلي يحجر معاك؟ ما احنا قلنا هي موضوع الضغوط والمجهود البدني اللي احنا بذلناه في البطولات كلها اللي اشتركنا فيها الحقيقه. تركيز اللعيبه زي ما قلت، الناحيه النفسيه مهمه، بتبقى فيها ضغوط، الناحيه الذهنيه بيبقى فيها ضغوط، مش بس مجهود بدني. هو حته الضغوط اتحققت قوي في الدوري تحديدا طبعا، يعني سمعت في الدوري اكتر من اي بطوله ثانيه، لان احنا يمكن البطولات اللي فاتت دي كانت ليها توقيت معين. واحنا مع للاسف يعني مع نهايه الدوري، اعتقد مجموعه التعادلات اللي تعادلناها هي جت نتيجه للاشتراك في البطولات القويه دي المتتاليه والمضغوطه والمرات المتقاربه، وخصوصا ان انت برضو مطالب انك تنافس على كل البطولات وتحصل على اغلب البطولات، فدي كلها ضغوط. انا شايف ان احنا ده يعني من المواسم اللي تحسب للنادي الاهلي طوال تاريخه، يعني اذا اعتقد صعب تتكرر، اتمنى انها تتكرر بهذا الاسلوب وبعدد البطولات في الفتره القليله زي ما حضرتك قلت، في 9 شهور تقريبا ان انت بتحقق 5 بطولات، وقدامك بطولتين كمان تقدر يعني عندك فرصه كبيره انت المرشح للفوز بيهم. لا، والموسم هايل يعني بصراحه. هو اللي بيهاجم او بينقد النادي الاهلي او مستواه في الفتره الاخيره، اعتقد
يعني ده كلام مش منطقي، مش يعني مش عقلاني. خالي من المنطق. لا طبعا، لا طبعا، لا.